لا يمكن لأحد أن يتهمني أنا شخصيا يا جمال الدين بالطائفية، لأنني من دعاتي نظام حكم علماني يفصل فيه الدين عن الدولة فصلا كاملا. أؤمن بأن حريتي كشيعي وحريتي كمتدين لا تتم أبدا إلا إذا حافظت على حرية السني والمسيحي واليهودي والصابئي واليزيدي، ولا يمكن الحفاظ على حرية المسجد إلا إذا حافظنا على حرية الأندية وغيرها من أندية اللهو أو غيرها. ولذلك أنا أؤمن بأن الدولة العلمانية كممارسة وكأسلوب هي خير وسيلة للحفاظ على حريتي أنا كشيعي وأنت كسني والآخر كيهودي أو مسيحي أو أيا كان. إن مناهج التربية والتعليم سواء كانت المناهج الحديثة في بعض الدول العربية والإسلامية، أما كتب الفقه والتراث فإن فيها الكثير من الثغرات التي يجب أن ترأب وأن تردم وإلى الأبد. هنالك أحكام أهل الذمة، وإن كان الحمد لله ليس هنالك نظام حكم يستطيع الآن أن يطبق أحكام أهل الذمة، ولكن من أجل التسلية وظرفي ومن أجل ترويح المشاهد أقول بإمكان أي واحد أن يطلع على كتب الفقه لينظروا كيف يعاملوا أهل الذمة، خصوصا هؤلاء أهل الشبق بالتاريخ العربي والإسلامي الذين يقولون أن تاريخنا كان كذا مفخرة وأنه يعامل الآخرين بالإحسان وباللطف والمحبة، خصوصا المسيحيين واليهود. من أحكام أهل الذمة أنه يجب أن يشدوا زنارا لكي يمتازوا، ويستحسن بل يستحب أن يضطروا إلى أضيق الطريق. وهنالك من الفقهاء من يقول يستحب أن يصفع المسيحي على قفاه لكي يشعر بالذل والهوان لكي ندعوه بالتالي، يعني نضيق عليه لكي ندعوه إلى الإسلام. وأنا أجزم عن يقين بأن محمد صلى الله عليه وآله بريء من مثل هكذا فقه غير إنساني، وأتحدى أي واحد من أصحاب الشبق التاريخي أن يجاهر الغرب الآن أصحاب شرعة حقوق الإنسان ويقول لهم أن في تراثنا هكذا سوءات وهكذا ثغرات. نحن أمة التعتيم وأمة الظلام، لا نستطيع أن نعيش تحت الأنوار، نحن لم نحاسب أنفسنا. يكف العرب تدخلهم في شؤون العراق وتحريضهم على الكراهية وعلى العنف وعلى الإرهاب، لا يسموا هذه العمليات الإرهابية مقاومة. ليست هنالك في العراق أي نوع من أنواع المقاومة، وإنما هو أعمال إرهابية تتبرقع باسم الوطن وتتبرقع باسم دحر الاحتلال، لا مساس لهم مع الأمريكان أو غير الأمريكان، وإنما هنالك حثالة مما تبقى من النظام الفاسد السابق، وهؤلاء كانوا عنصر استقطاب لكل الإرهابيين العرب شذاذ الآفاق. انحدروا إلى أرض العراق، هم يقتلون على الهوية، يقتلون الشيعة علنا. لم نسمع من أحد من فقهاء العرب من أدان العمليات الإرهابية التي تستهدف الشيعة باسمهم. ذلك نظام استبدادي اسمه نظام صدام حسين هو الوريث الشرعي والحقيقي والوحيد للحضارة العربية الإسلامية. هذا النظام الفاسد الذي سقط، وعلى أنقاضه سوف تتأسس دولة عراقية حديثة ديمقراطية لن يرضى بها العرب. العرب يريدوا أنظمة استبدادية تنسجم مع ثقافتهم المتخلفة. فنحن لو كنا إنجليزا أو أمريكان لرأيت العرب قد ضجوا لأي قتيل، والآن يقتل العشرات من الأطفال ومن الناس الذين اصطفوا أمام المخابز، ولم نسمع أي إدانة من فقيه أو شبه فقيه أو من حكومة أو من غير ذلك. ما يجري في العراق هو مجزرة حقيقية، وهي حرب حقيقية بين الحق وبين الباطل، بين حكومة ديمقراطية تستند إلى آراء الشعب وبين بقايا الاستبداد الأموي والعباسي والعثماني، وسيكون العراق مقبرة لهم ولمن يقف خلفهم. إن الدول العربية المرعوبة والمهزومة ذاتيا والخائفة من قيام نظام حكم ديمقراطي في العراق كانت تفضل بقاء دكتاتور أرعن أهوج كصدام على أن يأتي نظام حكم ديمقراطي في العراق، لأن عدوى الديمقراطية ورياح الحرية سوف تصل إليها شاءت أم أبت ذلك. بإمكان الدول العربية وخصوصا الدول المحاذية للعراق أن تفعل الكثير. نحن نعلم أن العربية السعودية مبتلات أيضا بالإرهاب، وأن كثيرا من الدول العربية هي أيضا مبتلات بالإرهاب وهي ضحية للإرهاب، ولكنها ضحية وجلات في آن واحد. أنا فوجئت عندما حدثت جريمة شرم الشيخ للأحداث الإرهابية، وكنت
وكنت أتابع الأحداث عبر قناة أحد القنوات المصرية، ووجدت مثقفين مصريين يبررون للإرهاب علنا، والجريمة وقعت في أرضهم وهم المصابون بها، ويقولون أن ما يحدث هو نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي ونتيجة الأوضاع في العراق، وكأنه نحن براء من أي إرهاب ومن أي ثقافة حقد أو كراهية. نعود إلى موضوع الثقافة. لماذا هذه الدولة طورت نظام حكم ديمقراطي مع أنها هي أيضا لديها معركة ومحاطة بالأعداء، ولم يطور العرب أي نظام حكم ديمقراطي بحجة وجود إسرائيل؟ لماذا لم تحتج إسرائيل بوجود العرب وتؤخر عمليتها الديمقراطية واقتصادها الحر وإعلامها الحر؟ وهل هم أكثر منا أو أذكى منا أو أقوى منا؟ نحن لدينا النفط ولدينا المياه ولدينا الأرض ولدينا العقول المفكرة ولدينا كل شيء، ومع ذلك نحن أنظمتنا متخلفة مستبدة دكتاتورية برضا شعوبنا. يعني ليست هنالك مطالبة. في مكة كان النبي صلى الله عليه وآله بشيرا ونذيرا، أي معلما، لم يكن لديه جيش ولم يكن له شرطة ولم تكن له دولة، وإنما كان هاديا إلى الناس. هذه فترة، وفترة المدينة عندما أصبح معلما وبشيرا ونذيرا، إضافة إلى ذلك صاحب دولة، أي جيش شرطة أمر معروف ومال. في مكة لم يكن هنالك منافق، كان الناس صنفان، مسلم ومشرك فقط. أما في المدينة ظهر مرض جديد، هنالك أصبح الناس مسلم ومشرك ومنافق، والمنافق هو مسلم ويبطن الكفر، لا يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. ظاهرة النفاق التي أرخها القرآن الكريم بسورة كاملة وبآيات كثر في القرآن هي ردة فعل ضد الدولة الأيديولوجية، ليس ضد الدين. عندما كان النبي في مكة لم يكن هنالك رد فعل منافق ضد النبي صلى الله عليه وآله، إنما عندما أصبح النبي كرجل دولة أوتوماتيكيا ظهرت هنالك فئة واستأثرت بالحكم بعده وسيطرت على مقاليد الأمور. فالدولة الأيديولوجية أيا تكن، حتى وإن كانت بقيادة النبي صلى الله عليه وآله، لها فوائد ولها مضار. الدولة الأيديولوجية وهي بقيادة النبي ظهر هنالك فريق كبير من المنافقين الذين مردوا على النفاق، والذين كان أسلموا خوفا أو طمعا بأموال النبي أو خوفا من جيوشه، وهم الذين نخروا الأمة الإسلامية، وهم الذين شوهوا الدين إلى يومنا الحاضر. أنا من دعاة العلمانية منذ أول يوم لسقوط نظام صدام حسين، لأنه لا يمكن أن يحكم العراق إلا بطريقة علمانية، وإلا فإنه من حق الشيعة أن يفرضوا أيديولوجيتهم ويكونوا دولة شيعية لعموم العراق، وهذا لن يرضي إخواننا السنة. وكذلك من حق السنة أن يحولوا الدولة إلى دولة أيديولوجية سنية، وهذا سوف يغضب الشيعة. وبالتالي لا بد لنا من أن نحيد مؤسسة الدولة، وأن نجعل المؤسسة هذه مؤسسة لا لون لها لا طعم لها لا رائحة، وإنما مؤسسة خدمات تقدم الخدمة لكل المواطنين. إن مثال الدولة مثال فريق كرة القدم، فلا يمكن أن تقول أن فريق كرة القدم الأهلي أو الزمالك السني أو الشيعي أو المسلم أو غير المسلم، فريق كرة قدم. ولا يمكن أن تقول فلان شركة، هاي الشركة المسلمة، الشركة لا توصف. الدولة لا دين لها. طيب. الدولة لا تصلي، لا تصوم، لا تذهب إلى الحج. الذي يصلي ويصوم ويذهب إلى الحج والإنسان الواحد الفرد. الدولة لا دين لها. يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أجل الأمة، ويجب علينا أن نضحي من أجل الأمة، ويجب على الحسين ابن علي أن يقتل من أجل الأمة. أبدا، الأمة مفهوم ذهني، ليس خارج الذهن شيء اسمه أمة. أنا وأنت الحقيقيون، الكاميرا، الكرسي، الأمة مفهوم ذهني اعتباري، إنما الأمة هذا المفهوم الذهني جاء من أجل أن يكون هنالك جامعة إسلامية، ناس مجتمعون إسلاميون مسلمون، من أجل العناية والرعاية للفرد الواحد. هدف الأنبياء صناعة الإنسان الواحد وليس صناعة الأمة. صناعة الأمة أمر عرضي فرضي من أجل حماية الفرد الواحد وليس العكس. الأمة من أجل الفرد وليس الفرد من أجل الأمة. لا يمكن أن تزرع الديمقراطية في بلد رافض للديمقراطية. الحرية لا تأتي من خلال القراءة والكتابة. الحرية كالحب، إحساس داخلي، إن لم تكن حرا لا يمكن لأي قوة في العالم أن تحررك. الحرية إرادة، الإرادة في داخل الإنسان، وللأسف هذا الإنسان الرائع الجميل في بلادنا شوهته الثقافة الإسلامية.